شو حلو الواحد يكون صديق لدمى. يمكن الدمى بنقدر هيك نحن نعطيهم شخصية معينة نخليهم يكونوا على قد توقعاتنا أكثر من الناس. كمان معنا أصدقاء الدمى اليوم فادية تنير وتمارا كلداني من بسمتهم تعفن من أصدقاء للدمى. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. 30 سنة أصدقاء الدمى صار لهم موجودين بلبنان إذا فينا نقول. رح نحتفل بكرة ب30 سنة لكم. خبرينا فادية. تمارا بتحكي أحسن لأنه تمارا هي اللي كانت بالبداية. نحن بكرة رح نحتفل صح ب30 سنة أصدقاء الدمى. بلشنا 1984 وكانت الفكرة إنه يكون إنه ينبسطوا الولاد بالدمى بس كمان نخبرهم أشياء بما إنه بهذا الوقت كنا كل واحد محصول بمنطقته وكان في كتير ولاد ما كانوا يعرفوا شو هو لبنان. فكان عنا 5 دمى كل دمية جاية من منطقة من محافظة من لبنان وكان يصير شيء وكلهم سوا يقدروا يحلوا المشكلة أو صح يحلوا نتيجة على قليلة. فكلهم سوا كانوا يجوا هيك الولاد كانوا على القليل يسمعوا عن المناطق الأخرى لأنه مش قادرين يوصلوا علي على اللي يسمعوا عنها. صح. هيك كانت بلشت هيك الفكرة. معلي لو رجعنا هالقد لورا مين كانوا أعضاء أصدقاء الدمى؟ كان في لينا منعم وماي حبيقة ونحن كنا وقتها وبلشتوا بشمال جوانتا. بلشنا بالجامعة كنا أصلاً نحن ما كنا عم ندرس مسرح كنا عم ندرس ترجمة. أوكي. بس بلشنا بالترجمة وبالدمى وبعدين كان في كتير ناس راحوا إجوا مارون اشتغل كتير مارون تابت اشتغل كتير على الدمى على التكنيك معنا وبعد عنا كل الدمى طب كان فيكم تعملوا أي شيء تاني ليش الدمى؟ ليش الدمى؟ يمكن الدمى لأنه أنا كتير بحب الدمى. أوكي بلش من عندك الأستاذ هيك فادي عم تحكي الموضوع. أنا كتير بحب الدمى كل أنواع الدمى وبلشت وقتها عملت دمية وحدة من الخشب أصلاً كنت قاعدة بالبيت. شو كان اسمها؟ كان اسمها عيوق. عيوق. كان اسمها عيوق. بعده عيوق هلأ؟ بعده عيوق بس تغير شكله. وكنا نشوفه بكرة. أوكي هيدا عيوق. بس هلأ عيوق صار غير. عيوق موجود على الباج على الجيلي تبع فادية وتمارا إذا فينا نشوفه. فادية قد صار لك لكن صديقة الدمى من 30 سنة. هلأ أنا بالمسرح والدمى من زمان بس بأصدقاء الدمى اللي 13 سنة. كمان يعني سألك فترة طويلة. عيشت غير حقبة من أصدقاء الدمى غير ظروف يعني مختلفة بس كمان متشابهة بعدها. ايه خبرينا شوي عن بكرة الاحتفال. بكرة الاحتفال الناس حيجوا على مسرح المنوب الأشرفية بين ال 11 وال 4 حنستقبلهم. حيشوفوا دمى من عمرها 30 سنة حيشوفوا أفيشات أصدقاء الدمى. في أشياء هن بدهم يعملوها لازم يشوف حضروا كاميراتهم أو تليفوناتهم حتى يتصوروا. يمكن هلا منقول سر يمكن هن يصيروا دمى بوقت من الأوقات. فيهم صنعوا دمى فيهم يعملوا مشهد كمان له علاقة بالدمى كأنه جزء من المشهد. هن ما فينا نقول كتير أشياء لا انا خبيها تمارا. طيب مثل ما عم تحكي فاجئ وكانه هالدمى عندهم علاقه كمان مش بس معكم عندهم علاقه مع الجمهور طبعا. يعني بهالثلاثين سنه اختبرتوا انه الشباب والصبايا الصغار والكبار كمان لان احنا كمان بنحب الدمى يعني قادرين هيك يكون عندهم علاقه اهين مع الدمى من الناس. أكيد. ايه اكيد اكيد انه حتى لما بنكون على الطريق وحتى اصلا اول مره لما اخذت هالدميه كانت دميه خيطان اخذتها على الجامعه ماشي على الطريق في واحد كان رح يعمل اكسيدنت لانه طلع فيك. بس اكيد الدميه فيها تحكي مع كل الناس والناس مهما كان عمرهم بيتجاوبوا مع الدميه. بفتكر كلنا عنا هيك شيء منحب
بفوت بالخيال. حتى في ناس يعني بيلتقوا فينا على الطريق شايفين مسرحيه قبل بيسالوا عن عيوق، بما انه عيوق هلا الجديد هو الستار اذا بدك اذا بدك هو اللي بيصير معه هو بيصير معه مشاكل. ما فهمت، عيوق قديم ولا جديد؟ ما عم نقول انه بلشنا فيه لا هو عيوق ايه تغيرت الدميه تبعت عيوق هيك وصار مودرن هلا عامل روتاباج. في ناس بيسالونا عنه انه كيف عيوق، يعني عيوق بالنسبه لهم شخص حي موجود شخص عيوق. فيك كيف عيوق؟ كل الدمى هيك اسم على مسمى، يعني حسب المسج اللي بدهم يوصلوا بيكون اسمهم. ايه كثير بيكون اسمنا مش كثير أنا على انا ساحره. الساحره ما في سكينه، ما بتحب الهدوء، بتحب العجقه. عنا كبير الحكماء. ايه كل واحد بيعطي صفته. فإذا بكرة راح يكون ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر للأربعة بعد الظهر بمسرح المونوج، ومين راح يقدر يدخل؟ أهلا وسهلا بكل الناس. الدعوة عامة للجميع. في تعرفة على المدخل؟ لا ما في شيء، ما في شيء احتفال وبس نتعرف عليكم أكثر بهالطريقة. وكل الدمى راح يكونوا موجودين؟ معظم كثير. كم دمية عندكم؟ لا مش كلها رح يكونوا موجودين، بس رح يكونوا الأهم. شو بيخلقوا الدمية الدمى مع المسرحية؟ مع المسرحية، مع الظروف، مع الوضع، مع المود. شخصيات تخلق مع كل أحداث، عندها شخصياتها. هلأ عنا شخصيات بتبقى من مسرحية لمسرحية، اللي هن عطول في الخير والشر إذا بدك. يعني في عيوق وفي الساحرة بأغلب المسرحيات، وفي الشخصيات الثانية الباقية. تمارا، مين اليوم أصدقاء دمى؟ مين اليوم أصدقاء دمى؟ في فاديا أكيد، تاتيانا اللي بتعملنا دمى، بوب اللي كمان عمل دمى، سهى، دينا، سارة بتساعدنا كمان، محمد، ناتالي، رانيا. هو كتار كتار. شو إن شاء الله ما نكون ما كنت شو العلاقة بينكم وبين دمى لحتى اللي عم تعطون هالقد من حالكم؟ هي العلاقة بين الجمهور والدمية. بفتكر هي هيدي هي اللي عم تخلينا انا كنت عملت غير شيء، كنت قلت غير شيء. مش يعني شو بيعطي، شو نحن بنعطي، هن شو بيعطونا. الدمى كثير بتعطينا كثير، انه هيك في كيف تعطي للجمهور، تعطي للمسلين. بما انه يعني كمان مسرحيه فاديه، بتقدري توصلي عبر الدميه غير عبر الشخصيه اللي ممكن تلعبيها او تخلي حدا يلعبها على المسرح؟ طريقه ثانيه، عندك حريه اكبر. طريقه ثانيه، الدمى فيها تعمل اشياء الانسان ما كثير فيه يعملها. بس كمان في ايماج للدميه انتم محافظين عليها. ايش يعني محترمين لشخصيتها لما بتكونوا هالشخصيه، بدكم محترمين لها للاخر. اكيد. والدميه فيها تقول اكثر من الانسان، فيها تقول يلي بدها اياه، وهذا المسج بيوصل. الانسان مش دائما فيه يقول يلي بده اياه. كيف بتخلق الدميه؟ يعني بما انه عم نقول انه من خيالنا بتخلق فوق بالراس بالاول. ليش دائما في حاجه لدميه جديده؟ للتنويع. لانه في موضوع تانية جديد، فبالموضوع الجديد بيكون في قصه جديده، بيكون في ناس تانية. ناس تانية. فادي، اصدقاء الدمى كيف بيعيشوا مع بعضهم؟ ليش دائما مبسوطين؟ ليه في هاي الابتسامه هيك سبيسيال دائما؟ لانه فعلا كثير مريح. يعني هلا صارت الدميه مثل كل الفنون عم يستعملوها بالثيرابي بالعلاج. وهي كثير مهمه، لانه واحد في يقول شو ما بده بالدمى، كيف ما بده يعبر عن حاله بدون ما يستحي. في ناس حتى بيستعملوا صاروا الدمى لتعليم اللغه، لانه اللغه الجديده اوقات فرنسي انجليزي حيالله لغه واحد بيكون مستحق انه بركي غلطت بالدمية، في غلط ويصلحوا له وهو ما بحس حاله. بعدين عندها سر الدمية انه عندها جاذبيه مختلفه عن الانسان. يعني عن الممثل مثلا، الممثل بيقدر يجذبك والثاني لا، الدمية دائما بتجذبك حبيتيها ولا ما حبيتيها، بس بتجذبك. هالجاذب كثير صحيح فيها سحر. فاذا الدعوه بنجددها بكره الساعه 11 بمسرح مونو لغايه الساعه 4. الدعوه عامه للجميع، جيبوا كاميراتكم معكم وكونوا كول وهيك مرتاحين ومستعدين لانه تتفاعلوا مع الدمى. بدنا نلعب كثير اشياء. اهلا وسهلا فيكم بس صغار كمان. طبعا. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم، لنا من الصبح لغايه هلا. طبعا
عنا اليوم حلقة شوي قصيرة لأنه رح نكون مع نقل مباشر، رح نشوف نحن وياكم، رح نكون عم نتابع بتصور البطريرك من عمان. أكيد موعد بكرة مع مجموعة جديدة من المواضيع. باي باي.